أطلق علماء صرب اسم نجم التنس العالمي نوفاك جوكوفيتش على نوع جديد من الخنافس، وأطلق العلماء اسم دوفاليوس جوكوفيتش على الخنفساء بسبب سرعتها وقوتها ومرونتها وقوة تحملها وقدرتها على العيش في بيئة صعبة. وبحسب وكالة أنباء تان يونغ، فإن الباحثين اقترحوا تسمية النوع الجديد باسم جوكوفيتش لأنه رجل فعل الكثير لبلاده ويتعين عليهم رد الجميل. جميل.